هو ده يا جماعه شكل الفستان. هنعمله بطريقه سهله قوي قوي بسيطه. في 3 كسرات من عند الجنب اليسار والجنب اليمين زي ما انت شايفه اهو كده، والمرد في النص، ومن تحت مقفول اساسا. يلا بينا نعمله بطريقه سهله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض فستان خروج بسيط وسهل مع التعليم الخيط عمري محمد. اول مره نعمله على فكره على القناه بالطريقه دي. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك. يلا بينا. اول حاجه خالص معانا البنطلون الاساسي الامامي، وهنبتدي نعمل عليه التعديلات يا جماعه. ازاي تعملي كسرات في حرده الرقبه بدون انك تعملي لها تشريح؟ فالطريقه واحده بس سهله وبسيطه، انك بتديها مسافه زيها زي المرد بالظبط كده زي ما انا بعمل، والمسافه دي بتكون على حسب الكسرات اللي هتعمليها. فانا هعمل ما بين كل كسر هعمل 3 كسرات بالظبط. واحده هعملها في عند حرده الرقبه في الاول، واتنين تانيين هعملهم من جنب المرد بالظبط كده، تمام؟ ودولت اللي هيبقى مسافتهم 2 سنتي بالظبط، تمام؟ هنبتدي نعملهم واحده واحده وبطريقه سهله قوي قوي بسيطه. بس الاول هنجيب دبوس ونبتدي نحدد النقط بتاعه الكسرات دي عشان نعرف الاتجاه التاني. الاتجاه التاني مفهوش اي رسومات، فعشان نحدد الاتجاه التاني بتاع الكسرات بتاعتنا، تمام؟ طيب دلوقتي بصوا يا جماعه حددناها اهو، وبعد ما حددتها بصوا طلعت عامله ازاي في الناحيه التانيه، بس يا رب تكون ظاهره اهي بصوا. ودلوقتي هنبتدي نقص بقى، بس هنقص بعيد عن النقط اللي احنا عاملينها عشان خاطر النقط تفضل زي ما هي ما تتحركش خالص وتفضل ثابته معانا، لان احنا محتاجينها عشان نبتدي نقسم عليها الكسرات بتاعتنا، تمام؟ اهو بصوا دلوقتي هنبتدي بقى نقص البطرون كله اهو، تمام؟ وهنبتدي نشيل حردة القبط بقى، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي هتشال. وبعدين هنبتدي نفتح بقى ايه الجزئيه المقفوله دي. وعلى فكره التصميم ده مش متجسم خالص يا جماعه زي ما انت شايفه كده. هنبتدي بقى نفتح الجزئيه دي زي ما اتفقنا، ولا وسط متجسم ولا دوران ارداف متجسم، يعني معمول على وسع عالي، تمام؟ وهنبتدي بقى نيجي كده واحده واحده ونقيس اول ضلفه. ناخد اول ضلفه واعملها قدامكم، وتاني ضلفه هتعملوها نفس الطريقه. احنا دلوقتي المسافه اللي احنا مزودينها دي 4 سنتي، هبتدي اعمل 1 سنتي 1 سنتي 1 سنتي لحد ما اخلص ال 4 سنتي بتوعي، تمام؟ طيب وبعدين هبتدي اعمل بقى كسرات، بس كسرات واقفه مش كسرات اللي هي ايه متنيه زي ما بنعملها او متعودين عليها، لا دي هتبقى واقفه. ازاي يعني يا مريم واقفه؟ يعني هتاخدي نقطه الاول، هسيب اول واحده ديت عشان خاطر المرد بتاعنا، وهنيجي ناخد النقطه الثانيه، تمام كده؟ وهتبقى واقفه بنفس الطريقه دي. بصي هوريها لك اهي بنفس الطريقه، بصوا واقفه كده، تمام؟ دي بقى بتعمليها ازاي او عايزه تعمليها ازاي؟ دي بتعمليها بطريقه واحده بس. ازاي يا مريم؟ بتجيبي مثلا كميه القماشه اللي انت عايزاها، تبتدي تكويها بالمكوى كويس جدا جدا، هتلاقيها ان هي اتعملت معاكي نفس الكسره الواقفه دي، تمام؟ وبعدين بتبتدي انك تخيطيها زي ما هي زي ما تحبي. بصوا اهي، تمام؟ اهي كده بنفس الطريقه ونفس الشكل. بس لايك جميل بس وتعليق اجمل، واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني اول مره تعرفيني اهي. وبعدين هنبتدي نسيب الثانيه دي ونبتدي نعمل ايه؟ هنسيب مسافه الواحد سنتي اللي في النص ده، تمام؟ وبعدين هنبتدي نعمل التانية دي اهي. طيب وبالنسبة بقى مريم للكسرة التالتة دي، لا الكسرة التالتة دي هعملها في الاخر خالص عشان احدد عن طريقها يعني المسافة بتاعتي هتكون عاملة ازاي. الكسرة التالتة دي هتكون برضه واقفة نفس الحكاية، بس هتبقى من عند حردة الرقبة من الاول خالص، تمام؟ يعني من الاول يعني من نص حردة الرقبة كده، لان في مسافة كبيرة جدا في حردة الرقبة وفي الجزئية الامامية نفسها، تمام؟ وبكده احنا عملنا الكسرتين الاولانيين. ودلوقتي هنبتدي بقى نعمل ايه؟ نعمل الضرفة التانية برضو بنفس الطريقة، بس الاول هنركب المرد بتاعنا. هنبتدي الجزئية ديت انا بتنيها لك عشان اوريكي ان دي تبع المرد، دي اللي هدخل جواها المرد بتاعي، تمام؟ طبعا مش هينفع تتقفل كده، فعشان هتاخد من الكسرة، احنا مش عايزين تاخد من الكسرة حاجة خالص. احنا هنبتدي نقفل المرد بتاعنا عن طريقها، تمام؟ هنبتدي نقص مرد خارجي ونشتغل على اساسه اهو. هنركن بقى دي على جنب كده اهي، وبعدين هنبتدي نقص بقى مرد خارجي ونركبه بنفس الطريقه وبنفس الصوره، تمام؟ اهي.
بصوا يا جماعه ده الشكل النهائي اهو بتاع المرد بتاعنا بعد ما عملناه وركبناه، المرد الخارجي طبعا. وبعد كده هنبتدي نجيب بقى الضلفه الثانيه برده ونركبها ونعمل فيها نفس الكسرات بنفس الطريقه بنفس الصوره بنفس كل حاجه. اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق رقم اشتراك في القناه. هنبتدي يعني نعمل نفس المسافه، هتبقى واحد 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 عشان نحددها على اساس ان احنا نخلي الكسره بتاعتنا تبقى مسافتها 2 سنتي بالظبط. بصي انا كده بجيب الواحد والواحد ده كاني بضمهم على بعض، فاهماني؟ اهي شايفه ازاي بنفس الطريقه. هنعمل الضلفه دي برده ونركب فيها المرد وبرده هنشوفها بنفس الطريقه ونفس الصوره. بصوا يا جماعه بالنسبه للضلفه الثانيه دي عملنا فيها نقطه مهمه قوي، ان احنا قفلنا الكسرات كمان من تحت زي ما قفلناها من فوق، قفلناها كمان من تحت عشان خاطر تبقى باينه الكسرات وواضحه قوي، فاهماني؟ وتتكوي كمان لما تيجي تعمليها تبقى مكويه ايه مظبوطه قوي. تمام، هنبتدي برضو نعمل الضلفه الثانيه زيها بنفس الطريقه، واحنا دلوقتي ركبناش لسه المرد، احنا لحد دلوقتي ايه بنعمل بس الكسرات. وهنبتدي برضو نعمل زي ما اتفقنا كسره واحده بس من عند حرده الرقبه في كل جنب من الاثنين. تمام، وهنبتدي ان احنا ايه نيجي بقى ونركب بقى المرد بتاعنا هنا، وهنركب برضو المرد الخارجي زي ما انت شايفه كده اهو بالظبط نفس الصوره نفس كل حاجه. الستاند يا مريم ينفع لقد ايه؟ ينفع لكل المقاسات وخصوصا الحريمي وخصوصا المقاسات الكبيره كمان. تمام، ليه بقى؟ لان دوت واسع قوي وهو اصلا فيه شغل كتير قوي واسع، ما فيش النوع الضيق او الفساتين الضيقه. بصوا يا جماعه ده الشكل النهائي بتاع الفستان اهو زي ما انت شايفه. دلوقتي بقى هنبتدي نقص الضرفه الخارجيه الخلفيه عشان خاطر نبتدي نركبها على الاماميه. تمام، دلوقتي انا ركبت الامام على الخلف زي ما اتفقنا. تمام، ودلوقتي بقى في نقطه معايا حصلت، النقطه ديت ان في وسع كتير قوي، فالوسع ده اللي هنشيله بالكسره اللي انا بقولك عليها بتاعت حرده الرقبه. هبتدي ان انا اعملها زيها زي الاماميين اللي احنا عملناهم يا جماعه. اهم حاجه بس انك تعمليها بنفس الطريقه وتحددي بس نفس المسافه بتاعتها فين بالظبط في حرده الرقبه وتبتدي تعملي الكسره بتاعتك. تمام، واهم حاجه كمان يا جماعه انك تظبطي بس المسافات بتاعتك، وبعدين هنبتدي ان احنا نعمل بعد كده باقي الجزئيه بتاعت الفستان. يا جماعه دلوقتي انا عملت الكسرتين اللي بقول لك عليهم من حرده الرقبه، فخدت معايا المسافه كلها الزياده
ودلوقتي قفل التصميم بالظبط نفس الصوره وزي كل حاجه زي ما بقولك. ودلوقتي بس هنبتدي ان احنا نعمل بقى باقي الجزئيه بتاعه الفستان اللي هي الكشكشه من تحت واللي بتبقى مقفوله. وعلى فكره المبرد ده يا جماعه شكل بس، هو مش مستخدمه قوي، دليل على كده ان التصميم من تحت مقفول، فطالما مقفول اعرفي ان هو ايه، ممكن يكون معمول بس كواسع ان يبقى مظبوط بس في اللبس وكده، بس اما بالنسبه ان هو يبقى مرد مستخدم فانا بقول لك 80% ده مش مرد بس شكل. طيب و20% ممكن يكون انها بسبب الوسع تقدر تلبسه وتقدر تخلعه براحتها، فاهماني؟ فدي ممكن تنفع عباية، ممكن كمان يبقى فستان خارجي بشكل جميل قوي قوي سهل وبسيط. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل الكشكشه ونعمل الجزئيه السفليه بتاعه الفستان واللي هي كلها تبقى كشكشه، وهوريكم شكل الفستان في الاخر هيبقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه دلوقتي بقى الشكل النهائي بتاع الفستان، هي نفس الصوره، هي نفس كل حاجه زي ما انت شايفه كده، مفيش فرق خالص بينها وبين الصوره، كلها زي بعضها بنفس الشكل ونفس كل حاجه، مفيش بس فرق غير الكم. والكم انتوا عارفين طبعا طريقته سهله قوي، بس هي الفرق التعديلات بتاعه الكم، انك بتعملي فيه كشكشه وبتعملي فيه نفس قصات التصميم بتاعك ده. اهم حاجه بس لايك جميل، تعالك مشترك في القناه كل سنه طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم احمد، كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا.